ناخد الحاج احمد من المنصوره. اتفضل يا حاج احمد. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي يا دكتور عجل جاموس وزنه 500 كيلو. ظهره طالع فيه دوريات عامله قشره بيضه كده، وهو ممسكها في ايده طريه. اديته الافوماك والتحصينات بتاعته، وبفضله فيه كده عامله قشره طريه في ظهره، ومرات تجيب دم، ما بنحكها كده نجيب دم. ماشي يا حاج احمد، انا هاجب على حضرتك حالا. اشكرك يا حاج احمد. اتفضل. نبدا الاول بالسؤال الاولاني بتاع الحاج احمد بالمنصوره عشان ما ننساش حد. عنده الاوب او الحاجه اللي في ظهر الحيوان، بيبقى يقول لك في اوب في الحيوان كده، وكنت بكحته بينزل دم بحط عليه سبروتيوم. الاوب هو علاج قديم او مرض قديم، انا بعتبره مرض موسمي مرتبط بالمناعه. لو المناعه الحيوان كويسه وتغذيته كويسه عمره ما هيجي الاوب. طب فرضنا ان جه الاوب، شويه كحت بسيط بدل ما يتجي بقلاحه والكلام ده، في طريقه جميله قوي، جفت او عصايه صغيره وقطنه فيها بنزين، تلك القطنه بنزين وتلف القطنه على العصايه بتاعتك دي، وبالراحه كده على مكان الاوبه رايحه جايه رايحه جايه، هتلاقي كل الشور ديت دابت وبدا الدم يطلع، صبغ توت مركزه على المكان ده، خلصت مره واتنين، تلاقي الحيوان خلص من الاوب نهائي. ده اللي هو الحاجة.